كيف تتحدث العربية الفصيحة بطلاقة في 5 خطى؟ أنا عصم السيد من عنادل، حياكم الله وبياكم. واحد، تحدث بالعربية واستمع لها يوميا. يعرف لنا العالم اللغوي ابن جني اللغة فيقول إنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، والأصوات عند بني آدم تتعلم بالاستماع والتحدث. مارس اللغة بشكل يومي استماعا وتحدثا. يمكنك أن تستمتع بإصدارات عنادل العربية عبر الضغط على البطاقة التي تظهر أعلى يمين الفيديو. استمع إلى العربية في تلاوة القرآن الكريم، في الأغنية والمسلسل والمسرحية الفصيحة، وتحدث بالعربية الفصيحة يوميا مع من يتقنها من معارفك في أي شأن من شؤون الحياة. فالعربية لغة حياة. 2، اعرف القاعدة ومارسها. إن من يتحدث أي لغة فصيحة لا يفكر بالتأكيد في قواعد النطق والنحو، ولكن يتحدث بفطرته وسليقته، وتخرج الكلمات من فيه مضبوطة وصحيحة، كالأعرابي الذي سئل عن إتقانه العربية رغم جهله بالنحو فقال: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكني سليقي أقول فأعرب. ولكن لابد أن تعرف القاعدة لتطبقها، وفيما يفيد حفظ القاعدة النحوية إن لم تطبقها في حديثك، وما تصنع معرفتك بمخارج وصفات الحروف إن لم تلتزم بها في كلامك. لا تكن مثل حزلقوم إذ قال له غسان مطر: اعمل الصح. يعني اعمل ايه؟ اعرف الصحيح واتبعه بلسانك. 3، ابحث في المعجم. هل الصحيح أن نقول يغفل المعلق الصوتي عن إتقان العربية الفصيحة، أم نقول يغفل المعلق الصوتي عن إتقان العربية الفصيحة؟ الصحيح أن نقول يغفل بضم الفاء لا بفتحها، ومرجعنا في ذلك المعجم. استخدم الباحث العربي، وهو محرك بحث يحوي 5 معاجم عربية قديمة. إذا بحثنا عن الفعل يغفل وجدنا غفل عنه يغفل غفولا، أو ارجع إلى النسخة الإلكترونية من المعجم الوسيط على هاتفك الذكي، ويمكنك تحميلها عبر الرابط الموجود في وصف الفيديو. فاجمع بين المعجم القديم والحديث. فالقهوة مثلا في معجم مقاييس اللغة هي الخمر، لأنها تقهي صاحبها عن الطعام، أي تسد شهيته. وفي المعجم الوسيط في مادة قهوة، إلى جانب هذا المعنى القديم، فالقهوة شراب مغلى البن، والمكان الذي تشرب فيه القهوة ونحوها. 4، اطلع على آداب العربية من نثر وشعر وقصة ومسرحية لتزيد معرفتك بأساليب العربية وتعمق فهمك للمعاني. فإن الإمام الشافعي يقول: من تعلم العربية رق طبعه. وكيف لا، وفي شعرنا بيت شعر كقول جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. 5، اصبر ولا تستعجل. العربية ليست غريبة عنك، إنها لغتك الأم، فلا تهجرها، ومارسها يوميا، يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر، لتغرسها في قلبك وعقلك، ويصير تحدثك بها فطرة وسليقة. ولا تنسى، لا نقصد بقولنا لغة عربية فصيحة أنها لغة قديمة معقدة، ولكننا نقصد لغة واضحة صافية. وصفها طه حسين فقال: وهي هذه اللغة الرصينة التي تملأ ألفاظها الفم ولا تنبو عنها الأذن،
ولا يضيق بها الذوق ولا ينفر منها الطبع، وإنما هي ألفاظ مصقولة لا تؤخذ من أحاديث الناس في كل يوم وفي كل شأن، وإنما ترتفع عن هذه الأحاديث. انضم إلى قناة عنادلة على يوتيوب عبر زر الاشتراك ليصلك كل جديد، لنشدو سوية بجميل العربية. دمتم مبدعين ودمتن مبدعات.